اهلا، السلام عليكم. كدايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير. اليوم صباح الاحد ان شاء الله، وغادي نشارك معكم روتيني ليوم الاحد ولا لهذا النهار هذا اللي قلنا نبدلو فيه الجو شويه وغادي نخرجوا نفطروا برا. وقلت علاش ما نديرش معكم واحد الفيديو نشارك معكم غير نبدلو الجو مع بعض يعني نغيروا الروتين اللي كل نهار خدمه الدار الطياب في الدار. قلت علاش ما نخرجوش اليوم ونشارك معكم هذا النهار هذا. خليكم معايا ويلا نمشيو نشوفوا فين غادي نمشيو نفطروا ومن بعد فين غادي نمشيو. خليكم معايا ومرحبا. السلام عليكم البنات، دابا انا جيت معكم اللي وصلنا للباركين، واحد الباركين غزال غادي يعجبكم ان شاء الله. قلت علاش ما نشاركش معكم هاد الخرجه هادي وهاد في هاد البارك الغزال الكبير اللي اسميتو باركي بولبورانكا. ومن حسن الحظ اننا لقيناه عامر بالناس صراحه، وغزال صراحه وكيستحق المشاهده وكيستحق الزياره، لان صراحه في عز هذا البرد وهذا الشتاء فالانسان يبدل شويه الجو ومتنفس رائع. هانتوما كي كتشوفوا معايا وفيه بلايصات زوينين اللي غادي نمشيو نشوفوهم. واول حاجه البنات غادي نمشيو نفطروا ان شاء الله، خليكم معايا واجي ونفطروا.